من ممكن ننزل مره بالاسبوع او مرتين مره بالاسبوع او مرتين مره بالاسبوع. ها، السلام عليكم ورحمه الله، معكم امير حيدر. يا جماعه عليكم، انا بدي اعتذر لكم، انتو حقكن علي. هو يمكن عم بحكي مع 5 سبسكرايبر واهلي ورفقاتي، بس المهم بالغض عن النظر انتو اللي بتدعموني يا شباب. بس اليوم بدي اوضح الامور شوي. مثل ما شفتوا وعدتكن مرة بالاسبوع انزل فيديو، بس رجعت نزلت بعد شي شهر. والمشكلة انه الفيديو كان عن بروجكت عم سويه للاسبانش، كان عن متحف بكولومبيا، مع انه ما خصه بالدرس الاسباني بس لازم كنا نعمله. والصراحة هلا مش رح لوم الدراسة، بس انا كسلت شوي يعني، هذا الصراحة. بس بنفس الوقت انضغطت يعني. ماخذ 3 مواد بالسمر ولمدة شهر يعني. بعدين يمكن البعض منكم حضر الفيديوهات الجديدة اللي هي الرسم، فهلا بيكون البعض عم بيسأل انه كيف هلا بنزل فيديوهات رسم، او ليش عم بنزل فيديوهات رسم. صراحة رفيقي اسمه طارق اعطاني هالهدية، هاي مثل صخرة عليها رسم، عجبتني كتير، عجبتني الفكرة كتير وحفزتني انه سوي مثله، حفزتني اعمل اشياء مثله. فحاليا مسوي هول 2، هاي لعلم لبنان وهذا الحذاء التيمبرلاند، ولا خصه بشكل تيمبرلاند بس يعني، والله عم بشتغل على هاي مثل السلحفات، بس هاي شكلي ما رح انزلها، انا طلعت كتير غلط، طالع شكله كتير غلط يعني. المهم هيك كانت من احدى الاشياء اللي حفزتني انه نزل فيديوهات رسم. بس بنفس الوقت بلشت افكر انه قلت هلا الواحد ممكن يحضر فيديوهات رسم، بس هل انه راح يحضره كله؟ مستحيل، يمكن راح يسكب لاخر الفيديو. فعشان هيك انا عملت الفيديو يكون فيه مثل تايم لابس، يكون اسرع، وعملت هيك باشياء بسيطه يعني، اشياء صغيره، وان شاء الله ممكن استمر يعني، ان شاء الله استمر. كمان بس بدي اضيف شغله، انه رسم هالصوره الخرافيه اخذت معه شي يومين يمكن، بس انه مش باستمرار، او 3 ايام ما شاء الله عليه يعني. شباب بس في حدا بده يرسمني يحكوني على الخاص. مهم نرجع موضوعنا، هلا انا خلصت كورس الصيف وعندي شهرين راحة، لا عندي شغلة ولا عاملة يعني. هلا ححاول ركز على الفيديوهات، رح احاول ركز على محتوى القناة. هلا انا بديش بس نزل فيديوهات عن معلومات عامة، اكيد رح نزل، بس كمان بدي احاول اضيف اشياء تانية يعني. ممكن تلاقوا اشياء ما تخطر على بالكم، انا كل مرة بقولكم هيك، كل مرة بوعدكم، بس يعني بس اهم شيء، صحيح ذكرت هالنقطة، اهم شيء ما راح اوعدكم باي وقت راح نزل. خلص عشان نكون صريح معاكم، انا مش عارف حالي شو ممكن يصير من هلا لبكره، مع انه فاضي شهرين، بس من اليوم لبكره او من هلا لبعد نص ساعه والله ما شو بده يصير. وانا اشتقت لكم كثير يا جماعه، والله اشتقت لكم، وان شاء الله بانتظار فيديوهات ساحقه معي. بس قبل ما انهي الحلقه ما تنسوا تسووا لايك سبسكرايب وانشروا المقطع. نراكم بالحلقه القادمه، والسلام عليكم.